السلام عليكم. نروحوا اليوم لمدينة قسنطينة لنقف على الأشغال تاع الترميم نتاع ما يسمى بالدار العلامة عبد الحميد بن باديس، وهذا بمناسبة زيارة وزيرة الثقافة إلى قسنطينة وبمعية والي ولاية قسنطينة. إذن تم تفقد مشروع ترميم نتاع الدار العلامة عبد الحميد بن باديس، وإن شاء الله الدار هذه اللي قعدت عشرات السنين يعني منذ الاستقلال لم ترمم، إن شاء الله جاء الدور باش الدار هذه ترمم على أحسن مما كانت عليه، وتفتح أبوابها للطلبة وللباحثين والدارسين والعشاق التاريخ العظيم للمدينة هذه، مدينة العلم والعلماء. إن شاء الله يكون فيها خير والعاقبة لكل المآثر والمعالم التاريخية لوطننا الكبير. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.